في الديمقراطية والحرية في مجتمعاتنا. لنرى ما هي أو ما هو الحال في تونس أستاذ خبيب، الثورة التونسية كما يطلق عليها التونسيون، كيف تقيم أو يقيم التونسيين ثورتهم بعد 10 سنوات من اندلاعها؟ السلام عليكم ورحمة الله، مشكور العزيز على الاستضافة، وتحية لك وتحية لمشاهدين القناة في سوريا وفي كل وعليكم السلام، العالم. يا أهلا وسهلا. بالنسبة للوضع يعني التونسي بصفة عامة وبصفة خاصة في نفس الوقت، أنه كيف ننظر نحن اليوم إلى الثورة التونسية؟ ننظر للثورة التونسية بكثير من خيبة الأمل وبقليل من التفاؤل، لأنه ليس لدينا حل إلا التفاؤل، فالتفاؤل هو يعني الخلاص الوحيد الذي ما زال يملكه الشعوب، هو يحاولون التفاؤل بما بقي لهم من مكتسبات دولة، أو ما يقال عنه أنه دولة. فما حصدناه نحن من الثورة التونسية مثلا، أنه قريبا يمكن نفقد معنى الدولة تماما، يعني كيان الدولة ممكن جدا أن نفقده. فلم من الدولة كدولة إلا القليل القليل، ربما توقف في شكل دولة، لكن في حقيقة الأمر الدولة غائبة تماما في كل مجالات الحياة في تونس، لأنها عاجزة عجز تام على إدارة شؤون البلاد، على حل مشاكل الناس، على الاستجابة لمتطلبات الثورة التي قامت على هي ما هي الثورة التونسية خاصة، وربما الثورات العربية بشكل عام، هي بكل بساطة يعني مطالب اجتماعية شعبية، مطالب اجتماعية شعبية يعني تحمل بعد اجتماعي أكثر منه ثوري أو سياسي أو تغيير نظام حكم أو تغيير منهج حكم أو فلسفة حكم من خلال ملوكية أو الانتقال إلى جمهورية، أو ليست، وإنما هي كانت مطالب شعبية، وإلى الآن هي مطالب شعبية. وإنه الحقيقة متاع ربي صدم الشعب التونسي بهروب من عليه، لم يكن هناك ولا واحد في تونس يتخيل، وربما في العالم كله، أنه ممكن الرئيس الدكتاتوري صاحب اليد الحديدية يمكن أن يهرب ويترك البلاد والعباد إلى المجهول. فكانت هذه يعني نوع ما حقيقة مضحكة في التاريخ، كيف لرئيس أن يهرب ويترك بلاده. ويعني وبدأ نعم يعني طيب دكتور سليم، يعني لو سألتك في بداية الأمر، هل أسباب ومحركات الصراع أو الصراعات الداخلية في الدول التي شهدت الربيع العربي، هل هو سببه سياسي صرف أم غياب العدالة الاجتماعية أم أسباب أخرى جوهرية دكتور سليم؟ بالطبع نحن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتحول العالم إلى قطبية واحدة، أن تنقطع يعني الريزو لا أعرف العربية كيفاش، لا ينقطع التواصل بيناتنا، يتفضل كفي. وبخصوص ما قاله الزميل بخصوص الثورات العربية، وأنه العالم تغير، وأنه الشعوب لا تقبل بدكتاتور جديد وكذا، أوافقه قليلا في ما يقول، ولكن ليس صحيح ما يقول بالتجربة. أنا من الناس اللي عشت الثورة في تونس منذ البداية إلى الآن، وبدأت أقتنع تماما أنه قضية الديمقراطية والحرية وكل ما يوفى بإيا كلهم هو ضرب من ضروب يعني السفسطة الغربية المركبة على العالم العربي، وهي لا تنفعنا في شيء ولن تنفعنا في شيء، وليست هي أصلا مطالبنا الحقيقية. فاليوم لا نريد لا ديمقراطية ولا نريد حرية ولا نريد أي، نريد فقط أن نعيش عيش كريم. ما معنى عيش كريم؟ نحن لا يضرنا تماما أن يحكمنا ملك يعني على سبيل المثال، ولا يهمنا أن يحكمنا دكتاتور، ولا يهمنا أن يحكمنا يعني عائلة، ولا يهم، فقط نريد أن نعيش
في بحبوحة من العيش والسلام. المواطن ما همه إن كان يحكمه ملك أو يحكمه دكتاتور، ما دام يشتغل ولديه أسرة ويعيش ويتنقل كما كان الشعب الليبي. ما مشكلة الشعب الليبي على سبيل المثال؟ مشكلة الشعب الليبي كان يعيش بحبوحة من العيش، لديه جواز سفر يتنقل في العالم كامل، ولكنهم أرادوا حرية وديمقراطية وتبادل سلمي على السلطة وكل هذه الخزعبلات الغربية التي نحن في العالم العربي أظن أنها لا تتماشى معنا، أو ربما تتماشى في منطق آخر وفي لوجيك واحد آخر. أما بالنسبة للوجيك الغربي الذي يريدون تطبيقه بالقوة في العالم العربي فلن ينجح، وأتصور لأنه النتيجة ما هي النتيجة؟ لدينا ديمقراطية في تونس ولدينا حرية وعملنا انتخابات شفافة ورائعة جدا ويشهد بها كل العالم. ما النتيجة؟ الشعب جيعان والشعب عريان والشعب يعني يشتكي أمور. يعني الشعب التونسي اليوم ماذا يحدث له؟ يا إما يموت غرقا في البحر يعني متجها نحو إيطاليا، وإلا يموت يعني بالفقر في تونس. ماذا جنينا من الحرية والديمقراطية؟ ولدينا 300 حزب في تونس. لدينا 300 حزب يا حبيبي. قالوا تفهمش في الديمقراطية؟ قالوا زيد فيه. هذه يعني الديمقراطية يعني فتنا فيها العالم الغربي وحتى ربما يعني اليابان. ولكن ما نتيجة كل هذا؟ وما نتيجة دستور جديد؟ وما ما النتيجة؟ لأنه الديمقراطية ما في العالم الغربي ما يعني ما النتيجة متاعها؟ هي أنه يعني المواطن، لا أدري أن تسمعني أم لا. صوتك صافي، عم بسمع ومستمتع بالحديث، تفضل كفي حتى لا أطيل على طيب. باقي الضيوف. جميل جدا. يعني يا حبيبي في العالم الغربي الديمقراطية بنيت. أنا أستاذ فرنسي ودرست في الجامعة كل تاريخ فرنسا وأوروبا، وأعرف تاريخ فرنسا أكثر حتى من الفرنسيس أنفسهم، وأعلم كيف بدأت الديمقراطية وكيف يعني تكونت شيئا فشيئا، وليست يعني وليدة البارحة، هي منذ زمن طويل وتعايش معها الناس يعني بشوية بشوية إلى أن وصلوا لهذه المرحلة، ونحن فجأة نريدها جاهزة في قلب. طيب أستاذ خبيب، يعني طرحك لابد أن أخذ تعقيب من باقي الضيوف أيضا على ما تفضلت به. دكتور سليم، خليني بلش من عند حضرتك، شو رأيك بالطرح اللي تفضل فيه الأستاذ خبيب؟ والله هو طرح يعني حقيقي الإنسان بهذه المنطقة يعيش بكرامة وبحبوحة في المستقبل حتما. أولادنا أولاد أولادنا سيكونون بوضع أفضل بكثير مننا، وهذا حتمي. طيب حتى لا أطيل على الأستاذ خبيب، أستاذ خبيب سؤالي لك هذه المرة، من وجهة نظرك هل كان الربيع العربي حراكا بريئا صرف، أم كان هناك معضلة التشابك الدولي والإقليمي في تحريك مسار هذا الحراك؟ طيب حبيبي أرجو أن تعطيني وقت لأجيب على الزميل. تفضل. ثم بخصوص والله نسيت يا رب. يلا برجع بعيد عليك سؤال، مو مشكلة، هلا عقب أنا مشان ما تنسى. ما لا أسمعك جيدا، بالله أعيد السؤال. طيب تكرم عينك، سألتك هل الآن بعد كل هذه السنوات منذ بداية الربيع العربي هل كان حراكا شعبيا بريئا عفويا، أم كان هناك معضلة التشابك والتدخل الإقليمي والدولي في توجيه هذا الحراك؟ جميل جدا. قبل كل شيء ما أجمل الحرية، شيء جميل، وكل الناس تحب الحرية، وما لا يريد الحرية؟ احنا في تونس، انا نحب نقول للسيد اللي كان يحكي اللي انا من الناس اللي ساهمت في الثوره في تونس، وكنا نحلم بالثوره وكنا نقول نفس الكلام الذي تقول. ثم مثل فرنسي يقول سلي زامبيسيل نشونش با ديدي، فقط هم الحمقى الذين لا يغيرون افكارهم. انا يعني تغير الفكر تماما بعد يعني قبل كنت تونس، قلت إذا كان مازال هذا ما يسمى بالعنف في تونس فلن أبقى في تونس أبدا، لأن معناها تخنقنا بالقمع. مجرد فقط الإنترنت، كنا ليس لدينا يعني كل السيت إنترنت مغلقة ويوتيوب مغلق، ويعني نقارب الصين أو ربما أكثر. ولكن ماذا حصل بالضبط بعد رحل بن علي؟
وبعدما رحلت كل ما الذين سميتهم القذافي وغير وصالح وكل ما الذي حصل بالضبط؟ الذي حصل أن هناك شعوب تربيت على الخوف تربيت على الخوف من الشخص الواحد، فلا تستطيع أن تعيش بدون هذا الخوف، لا تستطيع أبدا. اليوم هناك حرية في تونس، أتكلم أقول ما أشاء وربما أفعل ما أشاء، ولكن أفعل ما شاء. يقول لك الغنوشي وحزب النهضة والسياسيين قولوا ما شئتم سنفعل ما شئنا، وهناك الحائط اخطوا فيه رؤوسكم ليل النهار. ما الذي تحقق في تونس؟ وما تدهور على جميع المستويات، على تدهور أخلاقي فكري اجتماعي نفسي، حالة من الأحباط ليس لها مثيل. ليبيا بحذانا بجنبنا، حرب يعني دموية رهيبة، يعني لا ندري متى ستنتهي وماذا ستقضي به. المواطن التونسي اليوم لم يعد لديه قيود اجتماعية أبدا، رشوة محسوبية أكثر بألف مرة من وقت بن علي. لذلك بن علي وكل الأنظمة هم فعلا سبب الخراب اللي نحن فيه اليوم، لأنهم لما ما فكروش يوما ما إذا آلت السلطة لغير كيف ستكون. فربوا الناس الكل والمجتمع على الخوف من الرجل الواحد، كل الناس كانت تعمل بهذا المنطق. اليوم لو تجيب باراك أوباما وتجيب دونالد ترامب وتجيب ماكرون تاع فرنسا ثلاثة وتحطهم يحكموا في تونس، لن يستطيعوا إصلاح تونس. لأنه ماذا ينفع أن لديك رئيس يعني ذكي ومثقف وأحزاب ل 300 حزب ما شاء الله وكل شيء، ولديك شعب لا تستطيع ما تستجمش تعطيه الثقة أبدا، تمده بسلاح فيقتل به نفسه. لذلك أنا اليوم الناس اللي معناه هذه حكاية الديمقراطية، ربما الحرية شيء جميل والديمقراطية شيء جميل، ولكن ربما في الحياة هناك أولويات أهم من الديمقراطية وأهم من الحرية. الأولويات هي ربما الأمن، ربما أعيش آمن في سربي، أعيش لدي قوت يومي، أعيش ربما محترم، أعيش ربما في نظام ليس في فوضى، هذه ربما أهم لي من الحرية وأهم لي بالديمقراطية. ولذلك اليوم في تونس يعني أنا أعلم أنه إن شاء الله ربما بعد حين ربي سبحانه يفرجها وسوف ننتصر على يعني الواقع الأليم اليوم، لكن وقعنا اليوم يعني أليم جدا جدا جدا. يعني كما أنا الحديث على الديمقراطية والحرية بصراحة كرهته ولم أعد أطيقه أبدا. طيب. أنا اليوم نحب هي 10 سنوات تونس، شوف ربما أنا ري ثورة تونس نوع وكل بقية الثورات نوع آخر. تونس أولاً هي التي بدأت ثورة في العالم، ولماذا؟ تونس كان حالها، إحنا تونس في وقت بن علي كنا عندما نرى السوريين نحسهم خير منا ونحسهم يعني في بحبوحة خير منا ولديهم حرية نحن في تونس يا حبيبي حتى المرأة لا تستطيع أن تضع حجاب والرجل لا يستطيع أن يصلي، والأمور كانت تعيسة جداً في تونس رأي. لذلك ثورة تونس ممكن أن تكون مبررة إلى حد ما، لكن ما قام به العرب جميعا أنا لا أستطيع فهمه إلى اليوم. طيب خليني أروح لعندك دكتور سليم. أستاذ حبيب، ربما مصر يمكن فهمه، ولكن سوريا ماذا يحدث؟ لماذا؟ طيب. لماذا ليبيا؟ ما مشكلة الشعوب بالضبط؟ أنا طيب. لا أفهم، أنا والله العلي فقط ربما ناس يعني تعاند في بعضها، وإلا ماذا الشعب ليبيا مثال إذا كان يريد التقدم والرقي ماذا كان يمنعه أن يتعلم وأن يسافر وأن يطلب العلم وأن كذا؟ لا شيء. نحن طيب. في تونس كان هناك فقر في وقت بن علي. طيب أنا بت على مشارف نهاية الحلقة أستاذ خبيب. نعم دكتور سليم، مسألة تأثير العوامل الخارجية في محاولات الإصلاح الديمقراطي في الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية على شكل خاص، وهنا أتحدث عن التدخل الخارجي بشقيه الإقليمي والدولي، دكتور سليم. طبعا الميزة التي تميز بها الربيع العربي، هنالك التدخلات الخارجية، هنالك مجموعة من المشاريع التي هي
مسيطرة والتي هي طرحت على المنطقة. هناك المشروع التوسع وإنشاء وإعادة إحياء الدولة العثمانية طبعا كما نرى من تركيا، هناك المشروع الإيراني، هناك المشروع الصهيوني الذي طبعا هناك العديد لا يحاولون طبعا عدم تناوله، ولكن تأثير إسرائيل ووجودها في المنطقة هو مؤثر بشكل كبير. ونحن نرى الآن هناك هذا ما يحدث، حتى موضوع معاهدات السلام التي الآن تحدث مع الكيان الصهيوني هو من جزء من المخطط وجزء من النتائج التي نراها الوضع المغري الذي يعصف والذي حل في المنطقة العربية. الواقع الذي نرى هذه التدخلات قد أدت إلى تدمير، وهناك المخططات الخارجية تؤدت إلى تدمير ما يسمى هيكل الدولة. ما حدث وما حدث ويحدث في سوريا، ما حدث ويحدث في ليبيا، نحن نرى أكثر، وما يحدث أيضا في اليمن، هذه الدول قد تم تدمير هيكلية الدولة والنسيج الاجتماعي. ونحن للأسف يعني أنا لا أعلم أي ثورة سوف تنتصر في سوريا إذا تحول الآن، نحن نرى طبعا غالبية الوضع الاقتصادي السيء الذي الآن في سوريا، الشعب السوري يجوع، جزء من الشعب السوري قد تحول إلى مرتزقة بخدمة مشاريع ويقاتل ويرفع رايات دول أخرى ومشاريع أخرى. ما نراه الآن هذا التدخلات الخارجية قد أدى إلى تدمير ويساهم بتدمير ما يسمى هيكلية الدولة. طبعا عدم المحافظة على هيكلية الدولة، مؤسسات الدولة التي هي طبعا بغالبيتها هي كانت مؤسسات هشة وليس قادرة على إحياء التماسك الاجتماعي في البلد، بل كان التماسك الاجتماعي يتم من خلال سياسة طبعا الأجهزة وقمع الأجهزة الأمنية التي هي قد تؤدي إلى شكل من أشكال الأمن الظاهري. طبعا حتى في عندما نرى في عند الناس وعندما نقول هنالك الأمن، هو الأمن بغالبية الأمن الذي كنا نراه في المنطقة العربية في الدول العربية هو أمن مخادع، هو طبعا أمن ظاهري، ولكن الواقع لم يكن هنالك أي أمن اقتصادي، وعند أي هزة اقتصادية وأي هزة سياسية رأينا هنالك قد بدأ في انهيار النسيج الاجتماعي لهذه الدول. طبعا لا يمكن بفضل التدخلات الخارجية وفي العوامل الداخلية التي علينا أن نشير إليها ولا ونغفلها، أن الواقع الداخلي والعوامل الداخلية أدت ساهمت في تعميق هذه الأزمة وأدت في ارتباط مجموعات بشرية كبيرة وفئات اجتماعية كبيرة بمشاريع خارجية وتأييدها، إن كان مشروعا إيرانيا، إن كان مشروعا تركيا، حتى رأينا في الحالة السورية، وحتى إذا رأينا في الحالة الليبية وأهل المجرة. الموضوع الآن الذي علينا المحافظة بالدرجة الأولى على هيكليات الدولة، لا يمكن أن نرى هنالك أمل في أي دولة من الدول لإنشاء ما يسمى مجتمع ديمقراطي وتحقيق نهضة اقتصادية ومؤسسات الدولة هي واجهتها منهارة. اللي علينا المحافظة بالدرجة الأولى والمساعدة والبدء في عمليات سياسية داخلية في هذه الدول. لا يمكن، بالطبع حرية الكلام مهمة، بالطبع لا العملية السياسية أيضا مهمة، ولكنها قد تؤدي إلى فرز بدرجة الأولى عندما يكون هناك عملية سياسية آمنة تؤدي إلى فرض مشاريع معينة وتؤدي إلى أما إذا كان هناك نسمع في داخل كل بلد غير قعقعة السلاح والمسلحين وتدخلات الأطراف الخارجية، بالطبع لا يمكن أن يكون أي أمل لهذه الدول إلا في إنهاء المظاهر المسلحة والمحافظة على مؤسسات الدولة. أستاذ أنور، أين يكمن الأمل في ظل نظم استبدادية و إسلام سياسي يتم التحكم به إقليميا؟ منبر لك يتساءل. ما الإسلام السياسي هو أداة، هو سقط كمشروع سياسي لإدارة الدول، هو سقط، لم ينجز شيئا للشعوب. الآن الإسلام السياسي هو أداة بيد دول أخرى لتنفذ أجنداتها، أكثر ما هو مشروع لإدارة الدولة، ولا يمكن له أن يكون مشروع لإدارة الدولة كما قلت، سقط. وبالتالي هو أدوات، الإسلام السياسي هو أدوات لهذه الدول. إذا كنت تسأل عن موضوع التدخلات الخارجية، حتما الربيع العربي لم ينطلق بإرادة خارجية، الربيع العربي انطلق بإرادة الشعوب وبرغبة من الشعوب بالتحرر بالعيش الكريم،
بالكرامه بالدخل بالخلاص من 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 معاقين كانوا يقودون هذه الدول. التدخلات الخارجيه لم تاتي نتيجه الشعوب، التدخلات الخارجيه جاءت لان هذه الانظمه الدكتاتوريه كانت تربط وجودها واستقرارها بالقوى الخارجيه، وبالتالي كل نظام بكل منطقه استجلب القوى الخارجيه التي كانت تدعمه لتدعم استمراره او لاعادته مجددا. وهذا ما حصل في تونس وفي مصر وفي سوريا الان، ما زال يحصل نظام استدعى القوى الخارجيه التي كانت تدعمه والذي كان هو جزء من محورها بكل قواها العسكريه لتقف الى جانبه. لكن هل كان الربيع العربي بقرار خارجي؟ لا اعتقد ابدا ذلك. الربيع العربي كان بقرار الشعوب، وهذه الشعوب تفاؤلي أن هذه الشعوب، الثورة الفرنسية قضت 8 سنوات بقتل وأكلت بعضها الثورة الفرنسية، وقتلوا رفاق درب، قتلوا بعضهم حتى وصلت في المحصلة إلى أن تكون أعظم ثورة في التاريخ ورسخت قيم العدالة والحرية والمساواة. لا شيء يأتي مجانا. الشعوب العربية حتى تخرج من هذا المستنقع كان يجب أن تدفع هذا الثمن الغالي، لأنها سكتت طويلا على الاستبداد وعلى الظلم وعلى القمع. حتما نحن جاهزون لدفع الثمن، وأعتقد أن الشعوب العربية لو لم تكن جاهزة لدفع الثمن كان توقفت هذه الثورة منذ بداية القمع، منذ أول ما سقط شهداء أو سقط ضحايا. طيب. في سبيل هذه الثورة كانت توقفت وكانت تراجع الناس. طيب. الناس مستمرون، الشعوب مستمرة في المطالبة بحريتها. حصلت تغولات كبيرة وخاصة من الإسلاميين ومن غير الإسلاميين على هذه الثورة. أستاذ أنور ضل معي دقيقتين حتى لا أظلم الأستاذ خبيب، أنهي مع الأستاذ خبيب بهذا السؤال. أستاذ خبيب، مسألة ما المطلوب من النظم والشعوب، ما الذي يقع على عاتقهما؟ تفضل. كلام زميلي جميل جدا ولقد صدق في هذا. بالنسبة ما مطلوب من الشعوب بخصوص موضوع التدخلات الأجنبية، إنه الشعوب تحاول يعني استقلالها الحقيقي في بحث عن ثرواتها وفي بحث على خيرات بلادها واستقلالها. لأنه بار إكزومبل نحن في تونس إلى اليوم ما زالت فرنسا وراءنا، وما زلنا في ذيل فرنسا. لا نحن استطعنا لأن نحرك أي شيء بدون فرنسا. حتى في موضوع ما قالت إليه الأمور بخصوص الصور المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، فرنسا تدخلت في تونس وطلبت برفع الحصانة البرلمانية عن نائب تونسي، لأنه نوعا ما صرح في تدوينه أنه يدين الصور المسيئة للرسول ولا يدين العمل الإرهابي الذي قام به الشخص الشيشاني وقتل الأستاذ الفرنسي. ففرنسا يعني أخذت يعني موقف جدي وصارم، ونائبة السفيرة الفرنسية في تونس طلبت من تونس إن لم ترفع الحصار البرلمانية عن هذا النائب كي يحاكم دوليا، فالسفيرة يعني ترحل من تونس. وبعدها اعتذرت فرنسا وقالت ليس لدى الحق في التدخل. فهذا يعني شيء بسيط جدا من التدخلات الأجنبية اللي صايرة. ليبيا تدخلوا فيها عسكريا وبالسلاح، تونس يتدخلون فيها يعني بكل الوسائل. تونس تذبح خارجيا بخيط من حرير، وليبيا تقتل بالحديد والنار. ولذلك الشعوب اليوم تجد نفسها يعني وجه لوجه أمام شيء. بعشرين ثانية أعطيني ماذا مطلوب من النظم أستاذ خبيب، بثلاثين ثانية أو بعشرين. معذرة لم أسمع شيء. أنت تطرقت على موقف الشعوب، ماذا عن النظم السياسية والحكام؟ بعشرين ثانية مشان أنهي الحلقة. وبالنسبة للنظم والحكام متاعنا، عليهم أن يكونوا في مستوى تطلعات شعوبهم لا أكثر ولا أقل. طيب. الشعب اليوم لديه حرية، نعم سائما أكل حرية وشرب حرية وتسحر حرية، ولذلك عليك يعني بكل بساطة عليهم يعني توفير. طيب. يعني العيش للشعوب، الشعوب
فقيرة، شعوب مريضة، شعوب تعاني أشياء يعني خصائص اجتماعية رهيبة. طيب إذا كان الحكام حققوا للشعوب هذا فانتهى الموضوع. طيب ضيفي من باريس أستاذ خبيب الرياحي، ناشط سياسي وأمين عام حزب تونس بيتنا، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة على كل الكلام القيم. وشكرا لك ضيفي من برلين الأستاذ أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، على تلبية الدعوة على كل الكلام القيم. وشكرا لك ضيفي من موسكو دكتور سليم علي، كاتب وباحث سياسي، على تلبية الدعوة على كل الإضاءات التي أنا ارتبها.